عيش ودياي بالزعفران وماي الورد. شوفوا طريقته السهله والبسيطه اللي بتعجبكم وعلينا وعليكم بالعافيه. اول حاجه بنسويها في اي كوب بنحط فيه زعفران مطحون وماي ورد، ونفس كميه ماي الورد بنحط ماي عادي، وبنخليه منقوع لاخر الطبخه. حلو الكلام. حلو. زيت زيتون، بصل ابيض من الكبار، واربع فصوص ثوم. من يبدا البصل ياخذ اللون الذهبي بننزل الزرشك او حب الرمان المجفف، بنشل كميه بسيطه منها، وبننزل الطماط، ملعقه كزبره وبهارات بيضة، بننزل الدياي مقطع اربع اجزاء. ومن ياخذ الدياي تحميره بسيطه بننزل الماي، وبنغطي الصفريه ربع ساعه. عيش، والعيش المستخدم عيش القاضي مغسول ومنقوع نص ساعه. ملح، واول ما يبدا العيش يتشرب الماي بنخلي النار هاديه اهدى شيء، وبننزل اللومي وقرون الفلفل والخليط اللي سويناه في البدايه، وبنحط فنيان في النص، وبننزل فيه طشه زيت، وبنيب يمره ننزلها ونسكر عدل ربع ساعه، وبيكون جاهز. ريحه ماي الورد تخبل. وعلينا وعليكم بالعافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي تسووها. الله يحفظكم. قربوا.